تعرف مشاهدينا مع جمعنا بيسي ورح ناخذ اليوم الاسماء ومعناها وايضا رح نتطرق شوي للالوان وهيك الرموز شوي بالاحلام. رح نبدا باسم رولا. رولا انا ما كثير بحبسه. انا اللي دائما اسمها رولا دائما بقول انه يطلع على روا او روان، لانه رولا دائما بتعاني من مشاكل عاطفيه، وخاصة إذا بيخوف أكثر إذا كان اسم الأم ما بيساعدها بشوي، يعني ممكن تبقى بلا زواج، ممكن تتزوج تطلق بحسب اسم أمها، ممكن إذا تزوج ضل عم تعاني من الرجل، فما بحب هيدا الاسم. يعني مش بكره وحدة حميتها اسمها رولا أو أمها اسمها رولا تسمي البنت على اسمها، يمحوا هيدا الاسم، ما يجيبوا التعب من تعبهم يعطوه للبنت ليرضوا حماتهم او يرضوا امهم. فرولا كثير بتتعذب بحياتها وبتتعب كثير، ممكن توصل لمناصب بالشغل، ممكن يصير معها رزق، بس بتضلها تعبانه بحياتها بمملكتها اللي هي مملكتها للمراه كامراه وكزوجه. فانا ابدا ما بحب ما بفكر حدا يسالني بسمي رولا او لا. امال أمال كمان يعني بيتعب أكثر من رولا. إذا كان على فكرة اسم أمال تنقول للأم، لو الاسم القوي البنت اسمها قوي واسم أمها أمال بتتعبها كثير، ممكن يكون محابسها عدة محابس أمال أو البنت أو الشاب، عرفتي كيف؟ يعني بتعكس على ولادها على فكرة. أمل وأمال ما بفضل، لأنه دائما يعني إذا رولا كان هيك وأمها أمال كثير تعاسي كثير، يعني مرة يمكن ما بتشوف السعادة، يمكن بتشوفهم لغيرهم عن بعيد، تطلع عليهم من الشباك على غيرها بس مش على نفسها أبدا أبدا. هلا ممكن يصير في حالات استثنائية إذا خلقت بيوم خير بنجم خير ممكن تتزوج بس في عذاب، عرفتي كيف؟ بس إذا مثلا ما خلقت بهدوليك لا يوم خير ولا نجم اللي كان اليوم اللي خلقت فيه كان في نجم سعد وكانت هالاسمين ما بتشوف تشوف التعاسي مرتين مش مره واحده من اسمها ومن اسم امها. بعدين على فكره لينا اسم امل وامال دائما اذا بنلاحظهم، يعني ان شاء الله الله يشفي لكل الناس، يعني دائما بيمرضوا على بكير، دائما بصير عندهم اذا ما مرضوا لا سمح الله شيء عنده بصير عندهم بيمرضوا بالاعصاب، يعني بصير عندهم حاله الاعصاب على بكير او بصير عنده مشاكل صحيه، وهيدي بسبب الاسم. في اسماء بتعطي السعد للمال، في اسماء هلا صحة دائما من الله، بس في اسماء بتتعب الجسد، من مجرد ما تعبت الجسد ما بعود عنده القوه انه يقوم بالاشياء اللي هو بضله تعبان. اذا ما عنده امراض عضويه بضل حاس حاله هو مريض، ما بيقدر يمشي، ما بيقدر يتحرك، عنده اوجاع دائم مستمره. ودائما هذا الاسم القريب ما بحب اسم امال وامال لانه ناري، فالاسماء الناريه ما بحبها ابدا، مشان هيك بيعمل اوجاع. واذا ما الله ما بعرف يا ريت اذا هلا بالحلقات الجايه اذا في حدا اتصلت عندهم هالاسم يطلع يقولوا لنا شو كانت بحياتهم امل وامال، اذا فعلا هالصفات موجوده عندهم اياها. كل الاسماء امل وامال عندهم هيدي الصفات، الوجع، المشاكل الصحيه، مشاكل نفسيه، كآبه بيبكوا بدون سبب، يحبسوا حالهم باوضه، ما بحبوا يشوفوا العالم، بيطلقوا على بكير، ما بيلحقوا يتجوزوا الا بيشلحوا المحبس اذا بحال تزوجوا. منى منى على اصعب منى من الاسماء كيف عم بيطلعوا معي الاسماء اسماء النحس النحسي، هذه اسماء اللي يعذرون المشاهدين اذا هي يمكن اول مره بقول انه هذا اسم نحس، من انحس الاسماء. بتتزوج بس بتطلق ولا ممكن تبقى مع رجل، او بتزوج عليها، او بتبقى بلا زواج، او بتبقى ناطره من عريس لعريس بس ما عم تلقط العريس اللي بدها اياه هي. وبعدين منى دائما بتحكي من عصبيتها، بتحكي من العصب اللي جوا عندها، دائرة العصب قوية، نار تاعة داخلها كتير بيعكس على برا، ودايما عندها اخلاقها قليل، يعني ما عندها انه تقدر تطيق العالم حواليها. والبعض اسماء منى بيكون عندهم صرصرة، بحبوا اللي يصرصروا كتير، وبحبوا ينقلوا كتير حكي، وممكن ينقلوا حكي غلط على فكرة ويصير في عندهم منه ما يعذروني انه اسم منى، لانه قرينا بيكون عدائي، فممكن تعمل افتراءات على اشخاص تانية وممكن تاذي الاشخاص الاخرى، بس بالنهايه ممكن تاذي حالها حتى على فكره. بس بالزواج مش متهني، بالحياه العمليه منه موفق بيكون، ويا ريت يعني
ان شاء الله هذه الاسماء اللي انا عم بحكي عنها متصلين حاملين هالاسماء يتصلوا ويقولوا شو مرقوا بحياتهم. هلا يمكن ما حي يمكن حيعترضوا انه بتصرصر او شيء البعض منهم، انا مش عم بقول لا اكيد الكل، لانه ارينا ارينا عدائي، ارينا بحب يعمل عداوه بين الاشخاص وبصرصر كثير، واذا ما حكت منى وعملت هيك شويه افتراءات ما بترتاح بحياتها، ما بتنام مرتاحه على فكره، ناخذ رنا. لانه مشكلتها بارينا. رنا رنا حلوه كثير معنا اتصال. رنا ايوه مرحبا، كيفك اهلا وسهلا. يا لينا اهلين، اهلا يا لينا الحمد لله. كيفك يا جمانة؟ اهلا وسهلا. كيفكم؟ اهلين ست رنا. اهلين. الحقيقة انا مش عارفة اليوم عن الاسماء، انا ما عنديش اسم، بس بتفسروا احلام؟ ايه ايه ما بعرف. تفضلي تفضلي. بقدر اسال عن ايه 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 تفضلي. انا مش اوكي. اسمي رنا، مواليد مي. لا ما بدنا مواليد اليوم، فقط اسماء. اذا عندك حلم كمان ناخذ حلم. طيب اول شيء بدي اعرف في رمز، ايش رمز اللون البرتقالي الاورانج؟ اللون الاورانج شو بيعني؟ لا اول شيء. ثاني شيء الحلم اللي عندي، حلمت انه في وحده ست، انا ما شفت وجهها بالحلم، شفت بس اجريها، وكانت عم تقلي لي قلي 10 بيضات. تقلي لي 10 بيضات بمقله كبير كثير، وانا قاعده بستنى بس هيك، ما شفت وجهها انا، بس شفتها اخذت 10 بيضات من سلتها، عندها سله فيها بيض كثير، ولما اخذت ال 10 بيضات ما اثروا، سلتها ما قلت. سلتها شو؟ ما قلت ما قلت ما قلت، يعني قليتها 10 بيضات بس. شايفه شيء مهم على فكره سترانا، انت شايفه شيء من العالم الاخر مش من الدنيا، يعني انت دائما كل شيء بيخلق من البيض، اوله بيقولوا اول مثلا الدجاجه صوص، كل شيء كل شيء بالحياه من بيضه صح؟ ايه. هلا ربنا اول شيء خلق يعني كل شيء من زوجين، خلق اثنين اثنين اثنين، بعدين لما بده يكمل الخلق من شو؟ من بيضه مثلا تنقول بعض الحيوانات. فما عم تفضى سلتها هيدي الست، يعني ما قدرت تشوف وجهها، من مجرد ما قالت ما قدرت تشوف وجهها بس اجريها عرفت من العالم الاخر. هذه الست مش من الارض على فكره، وهذه الست جايكي رزق، وهذا الرزق يمكن بتعدي يا 10 ايام يا 10 اشهر يا 10 اسابيع، هدول البيض يعني اعداد، فبتعدي هذه الايام بده يجيك خير كثير، وبده يبدا عندك شيء، اما يجي رزق اما بده يبدا رزق صغير ويبلش يكبر هذا الرزق ان شاء الله. هلا البرتقال ما بعرف اذا هي قصدها بالمنام ولا لون البرتقال عادي، لون البرتقال بالمنام. بالمنام عندها حيره، ممكن يكون سترانا عندها حيره بامر ما ومحتاره فيه، بس كمان عند غروب الشمس بس بدي اعطيها، لانه لون البرتقال بيدل لغروب الشمس، عند غروب الشمس تدعي، لانه الدعوه مستجابه عند غروب الشمس، فاللون البرتقال بيعني كمان بالمنام غروب الشمس ايضا. منتابع مين عنا؟ أروى. نعم أروى، عن اسمك أو حلم؟ أروى أروى اتصلت معنا. نينا نينا ألو. أهلين نينا تفضلي. مساء الخير. أهلين ولضيوفك حبيبي. أهلين منك جمانة. نينا شو بيعني الاسم؟ اكيد بدي يعني بشارك بالاسم نينا بنت جورجيت، واذا ممكن تشوفي لي اذا عندي سفر قريب وقديش قريب. يعني لا اليوم ما حناخذ توقعات نينا، فقط معاني الاسماء وحلم بناء على طلب المشاهدين. حلم او معنى الاسم. عندك شي حلم حابه تسالي؟ طيب فاذا اسمي اسمك نينا بنت جورجيت، اذا كان شو بيرمز؟ طيب نينا نينا لينا دائما كل شيء من الليونه، وكل شيء مثل لينا نينا كل شيء، حتى بيقولوا ذات الخصر الرفيع نينا، هذا باليوناني يعني بيقولوا كانوا يفسروا اسم نينا انه ذات الخصر الرفيع، وبتحب الاناقه بتحب الرشاقه، بتحب دائما ملاحظها عم تعمل رياضه، ما بتحب تنصح، بتحس انه اي مشكله بجسمك بتحاول تخفيها، بس دائما اسم نينا بالحياه بتحمل مسؤوليه، وهالمسؤوليه بتحملها على الثقه، وبتتعب كثير حتى هالمسؤوليه توصلها على احسن ما يرام. كثير بغاروا من اسم نينا على فكره، ودائما عندها مكائد بحياتها، دائما من اي شخص بيقرب عليها بيقلب عليها، ما بيبقى هيك اسبوع اسبوعين بحبها، ان كان رجل او امراه، يعني بيكون رفقه، انا مش ضروري هلا انه كحبيب،
بيقلبوا عليها وبنحس نينا عايشه لوحدها. نينا انت بتعيشي احيانا كثير لوحدك لانه الناس بتقلبوا عليك، لانه في شغله عن اسم نينا، القرين تاعها ما بحب حدا يقرب عليه، كانه بده اياها لإله، ما حدا يقرب على نينا. الله يعينك على قرينك اللي انت. جودت؟ الو؟ الو؟ نعم جودت. سلام. ايوه انا بشهر 3/1960. جودت اليوم فقط، اليوم جودت فقط الاسم، معنى الاسم يعني فينا نقول لك معنى اسم جودت شو هو، او اذا عندك حلم. اوكي شو معنى جودت؟ بدي اعرف شو معناته، بدي احلم انه شو يعني انه اشوف مستقبل اولادي. ايه مستقبل اولادك للاسبوع يلي بعد السبت. اذا هن شو عند شو اسمائهم استاذ جودت؟ شو اسمائهم؟ لبيب وليلى. لبيب؟ لبيب ايه. وليلى؟ وليلى. شو اسم والدتهم لالا؟ سعديه. سعديه بعيدة. اوكي. هلا لبيب يمكن على اسم بيو او على اسم انه على اسم جده او على اسم بيو لسيد جودت. لبيب او من لبيب من الاشاره يفهم يعني اسم على مسمى، وبس حنون كثير اسم لبيب بيكون على عائلته على اولاده بحياته، بحب العلم بيوصل بس بيلاقي عوائق كثير لحتى يجتازها وبتحمل كثير. لبيب بحب المطر اكثر ما بحب الشمس، يعني بحب الشتاء اكثر ما بحب الشوب والهيدا. ليلى انا فضل دائما دعيته لولو، وليلى لا او ليلي او لولو، لانه دائما اسم ليلى بيتعب بالعاطفه كثير. وعلى فكره السيد جودت انت من الجود، يعني جودت الجود هذا، وكمان اسم جود من جبل جود من اهم الاسماء اللي هو جود للرجل او جودت. بعدين هو كريم كثير، ما بعرف مش ما بعرف اذا انت كريم، لا اكيد انت كريم ان شاء الله، حتى كريم على عائلته على اولاده، حنون كثير 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 على اولاده، يعني باولاده. هلا في ناس بيبدوا نفسهم، خاصه الباي بيبدي نفسه على 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 نفسه على اولاده، نفسه على اولاده اكثريتهم. مش مثل الام، الام يعني بتضحي كثير، عندها معروف الام شو هي، بس احيانا الرجل بيغار من اولاده او بيغار من ابنه لانه بيكون عنده شوي انانيه، مش كل البيات بيكونوا حنين لينا، ولانه عنده شوي قساوه، مش مثل الام، الام كتله حسب كمان كيف مربيين. ايه كيف عندهم اكيد مشاكل يعني البي او الام يمكن تكون مأثره بالتربيه او بس جوده كثير حنون على اولاده، واسم جودات بالحياه بيعطي كل عمره لاولاده، مش كل تعبه وكل عمره. سره بيكون عند بنته اكثر من عند ابنه، ابنه بياخذ منه صفات حلوه لبيه. وبعدين جودت انت مرضي امك، يعني هذا الاسم بيرضي امه كثير، مشان هيك بنلاقيه بحياته مرزوق لو انه رزقه مش كثير، بس دائما الرزق الاستمراريه اهم من الكثره، بعدين يوقف يا سيد جودت. يعني انا لهذا الاسم انا كثير كثير بحبزه، انه بكره ابنك لبيبي يسمي ابنه جودت، كثير مهم. امينه؟ امينه كثير منيح، امينه بتدبر حالها وذكيه وشاطره وحربوقه، وبعدين بحياتها بتعمل شغل، صاحبه حركه، صاحبه ابتسامه حلوه، لو كانت حزينه تحب تساعد الناس، لو كانت مريضه اذا قادره تسعف غيرها، لو انه هي بحاله يرثى لها، ما بتسكر بابها على باب بيتها بوجه حدا ابدا ابدا، لو مع القليل بتعطي منه دائما اسم امينه، بس عندها طموحات انه تعمل شيء شهره، تعمل شيء البعض منه او بتعملوا شيء القاب او شيء، فالبعض من اسماء امينه بيتحولوا بيكونوا من البيت بيتحولوا لامراه اخرى اجتماعيه، وبتصير عندها علاقات مهمه، صدف ممكن تفتح معها، لانه الصدف باسم امينه بيساعدها كثير. ناخذ اتصال. الو مرحبا. نعم تفضلي. سوزان. ايوه بدي اسال على اسمي سوزان وعلى اولادي. شو اسماء اولادك؟ أماندا. نعم. نادين. نعم. هديل. نعم. وآدم. آدم أحلى اسم آدم. شكرا. آدم بتعلم كتير وقلبه قوي كتير وبيهاجر
لح دخيلي وبيهاجر. مش هيك سميته عبد الله؟ بيضلوا اثنين. سميتيه ادم عبد الله؟ اثنيناتهم حيهاجر فيهم. يعني ادم بيطلع دولة اجنبية بيحمل باسبور اجنبي حامل في دراسته برا، وعبد الله ما بيقعد ببلد وحده. يعني ساعتي انت على الغربه، بس بغربه مش ببلد واحد. عبد الله بيبرم، اذا ما برم ثلاث ارباع الكون بيبرم نص الكون. ولا ممكن اسم عبد الله دائما. هلا يمكن هون تشوفي بادم وعبد الله، يعني انقصتي شوي لابنك. بحب مرتين، ما راح يتجوز مرتين، لانه بعبد الله اذا كان لوحده عبد الله بيتزوج بيرتبط مرتين، لكن بادم بيرتبط ب الحمد لله. بنبقى بنفسر اسم ادم في حساباته، مشان هيك ادم بيتعلم كثير وذكي كثير، بيكون عبقري بالعلم جد. بس اللي بنخاف منه دائما العين عليه بيوقع، يعني بيوقع على صغر، وكيف كل شيء بيطبش حاله فيه، كل شيء هو ماشي بيوقع بدون سبب. هذا بينخفى على ادم من العين كثير. فدائما اللي عنده ولد اسمه ادم تحصنه من العين، ان شاء الله بيصدقها، ان شاء الله باي شيء، باي شيء هيت. يعني بالنسبه ل اولادها بناخذ اماندا. شو اماندا بتتعب، اماندا عائلتها شوي صعبين، تكله بتتكل على نفسها بالشغل قويه، بتوصل لمناصب، بس عائلتها شوي صعبين. يعني بدها واحد يفهم عائلتها تقدر يمشي مع نادين. انا فضل تطلع على نانا، لانه اسم نادين ما بحبسه ابدا ابدا ابدا. دائما بيمرق بحياتها رجلين، ودائما عندها تعب عاطفي، لانه اسم امها سوزان. هديل خلص وقتنا. هديل كثير منيح. انا كنت بقول لك بدي اخذ من بين هالثلاثه ادم وهديل، كنت اسحب لي هون. البقايا لا متعبين شوي. هديل بتسافر كثير وشاطره وحنونه وبتمشي امورها، ما بنخاف عليها ابدا. شكرا مشاهدينا، شكرا جمالة، ونشوفكم على خير بحلقه الاسبوع ما بعد المقبل. الى اللقاء.